ثم نقول للصوفية وغيرهم وغيرهم اللي هم الآن بيعتبروا إنه كأنه نحن بعد ما بنقدر نشتغل يا دوب كده نحن أبانا بردد، والله يا دوب كده نحن تفرغنا للشغلة دي، فهمت؟ الشغلة دي بعد ما رقنا لها برا مرة واحد الليلة لو فتحت بلاغ أصبر لها شوية، بعد يومين ثلاثة هتفتح 600 بلاغ، ونحن جاهزين المحاكم بنمشي لها، بس وصف لنا المحكمة وين، ولا تجيب لي أمري بتاع قبض وعسكري وكده، بجيك في المحكمة جوا هناك جوا بوريك الحاصل، بوريك البرعي بتاعك ده ما بسوي حاجة، الكباشي بتاعك ده مخلوق زيك، الصابونابي بتجيه حمى بيركبوا له دريبات يقدقدوا لك زي الشواية، ما عنده أي حاجة مع الله، فهمت؟ الأمر كله بيد الله، قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. احنا دارين من جميع الأخوان الدعاة الناس اللي عرفوا حق، وأي مسلم هو داعية إلى الله سبحانه وتعالى، تشد المئزر وتكرب نفسك وتفتح الكتب وتقرأ وتعرف الشبه وتعرف الرد عليها وتشتغل مباركا أينما كنت، أينما كنت محل ما يقبلوا لك، يجيب لك شبهة في حديث ضعيف تقرأه، يجيب لك بيجاي آية فهو فاهمة غلط تقرأه، يكذب لك على عالم من العلماء تقرأه، تجيب له الأدلة من الكتاب والسنة وتكون متسلح وتنقذ أهلك، بل وقبل ذلك تنقذ نفسك أمام الله سبحانه وتعالى، تبلغ الحجة للناس، تتعلم العلم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، لابد تعرف وتتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الثانية أن تعمل بهذا التوحيد، أن تعمل بهذا، ولا تكن كهؤلاء المشايخ الذين حق لنا أن نسميهم نمر من ورق، فهمت؟ يسقط في المسألة الثانية مسألة العمل به، ادعو يعمل لك فوق بيدعو للتوحيد وكذا، ولما يجي المسألة بتاعت تجي مصيبة تلقاه بيسخر من هذه المواضيع، يسخر ويستهزأ، تعمل بهذه المواضيع، اتزنقت تدعو الله، فهمت؟ الجماعة فتكتروا فيك البلاغات، تسأل ربنا سبحانه وتعالى، تلجأ إلى الله عز وجل، ربنا بيرفعك، وتصبر على الأذى في ذلك في ذات الله سبحانه وتعالى، يرفع الله ذكرك ويرفع الله شانك. فنحن وصيتنا لأنفسنا أولا ثم لجميع الناس وجميع الإخوان أن تمسكوا بهذا المنهج القويم، منهج السلف الصالحين، حتى تلقوا الله تبارك وتعالى. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.